السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مي عبد الفتاح من قناة كبسولة طبية. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هناخد ملخص الفصل الثالث في الباب الثالث إن شاء الله. يلا سريعا كده، ملخص الفصل ده شباب بيتكلم عن حاجتين، إن إحنا بنحدد الجنس في الإنسان عن طريق إيه وهنتكلم عنه، وبيتكلم عن الحالات الكروموسومية الشاذة. إيه الحاجات الشاذة؟ هنشوفها دلوقتي. وبرضه بنتكلم عن حاجه اسمها صفات مرتبطه بالجنس، متاثره بالجنس، متحدده بالجنس. هنتكلم عن النقاط دي كلها دلوقتي. يلا مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا شباب احنا عارفين الانسان سواء ذكر او انثى عنده 46 كروموسوم. حلو. طيب ال 46 كروموسوم دول متقسمين ازاي؟ متقسمين 44 كروموسوم جسدي وكروموسومين بس هما الجنسين. فلما نيجي نجمع يبقى 44 والكروموسومين يبقى 46. طيب تمام، والله لو انثى يبقى التركيب الصبغي بتاعي هيكون 44 زائد اكس اكس. طب لو ذكر، والله لو ذكر هيكون 44 زائد اكس واي. معنى كده ان الكروموسوم واي هو ده اللي بيحدد نوع الانسان، هو انثى ولا ذكر. والله لو مش موجود هنا يبقى انثى، ما دام اكس اكس ما دام ما فيهاش الواي يبقى دي انثى، لو موجود الواي يبقى ده كده ايه؟ ذكر. طيب ماشي، والله قلنا الطبيعي ان يكون العدد 44 زائد 2 كروموسومين جنسيين سواء اكس اكس او اكس واي. اتكلمنا عن الكلام ده. امال ايه بقى الحالات الكروموسوميه الشاذه؟ شاذه يبقى فيه خلل في عدد الكروموسومات. ازاي يعني؟ والله يا سيدي عندي حالة كروموسومية اسمها شاذة، اسمها كالن فلتر، وطبعا احنا بنسمي الاسماء الشاذة تبعا للعالم اللي اكتشف الامر ده. في عالم اسمه كالن فلتر، طبعا لما درسنا الحوار ده لقينا ان الحالة الكروموسومية الشاذة كالن فلتر التركيب الصبغي بتاعها عبارة عن ايه؟ عبارة عن 44، ال 44 اللي هم العاديين اللي هم 44 كروموسوم جسدي زائد اكس اكس واي. ايه ده ايه ده؟ معنى كده ان المشكله جايه في مين؟ جايه هنا، ان بدل ما يكون الشخص عنده 2 كروموسومين جنسيين سواء انثى سواء اكس اكس او اكس واي، لا ده عنده اكس اكس واي. طيب هنعرف ازاي؟ فهنا لما نيجي نجمع ونشوف عدد الكروموسومات الكاملة هنلاقي 44 هنا و3 هنا، يبقى 47، دي كده شاذة. طيب الحالة هنا بقى راجل ولا ست؟ راجل طبعا. ليه؟ ما هو الواي موجودة اهي. طب ما هو الاكس اكس موجودة. لا 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 معلش، ما دام الواي حضرت يبقى ده كده ذكر. طيب ما هو هنا عندي 2 اكس اهو، ازاي يعني ذكر وفي 2 اكس؟ ما هو هيكون ذكر ولكن يحمل بعض الصفات الانثويه، زي ان يكون الثدي بتاعه عند الكبر في ايه؟ في حجم الثدي. خلاص كده؟ يبقى احنا في الحاله دي هو ذكر مش انثى، عشان الواي هي اللي بتحدد نوع الجنس. ماشي، عندي حاله شاذه ثانيه اسمها ترنر. طيب ترنر دي عباره عن ايه؟ عباره عن 44 زائد اكس 0. دي مش اكس او، لا اكس 0. ايه ده؟ معناه ان هي عندها 44 كروموسوم جسدي الطبيعي زائد، بدل ما يكون عندها 2 جنسي لا عندها واحد بس، اكس واحده بس. طيب هل الترنر دي الحاله المرضيه دي او الشاذه دي تبقى ذكر ولا انثى؟ هنا في واي، لا يبقى انثى. خلاص شاطرين. بس انثى عندها بقى شويه ايه؟ مشاكل كده، مشاكل في الكلى، في القلب، قصيره هكذا. طيب امال بقى حاله الشاذه الاخيره اسمها داون، تركيبها عامل ازاي؟ تركيبها يا باشا 45 زائد اكس اكس او 45 زائد اكس واي. ايه ده؟ معناها ايه يعني؟ معناها هنا يا شباب ان انا عندي المشكله مش في الكروموسومات الجنسيه دي اللي هي بالزياده او النقصان، لا 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 لا، ده المشكله عندي في الكروموسومات الجسديه. الكروموسوم الجسدي رقم 21 بدل ما يكون 2 لا ده 3، انهي كروموسوم؟ رقم 21. فانا عندي هنا المشكله في الكروموسومات الجسديه، عددهم بدل ما يكون 44 ده 45. فحاله داون
ممكن الحالة الشاذة دي تكون دول الناس الطيبين الحلوين الجمال قوي اللي احنا بنشوفهم حوالينا كتير، الناس الحلوين دول فاحنا بنشوف منهم رجالة او بنات وولاد. ليه؟ لان هي ممكن تحصل في حالة الولاد او حالة البنات. يبقى 45 زائد اكس اكس او 45 زائد اكس واي، يبقى كالين فلتر كان ولد اللي بيحصل في الذكور، الترنر كان بيحصل في الاناث في الستات او البنوتات، الداون والله ممكن نلاقي حالة داون سواء ذكر او حالة داون انثى. بعد كده يا شباب الدار ده كان ملخص. عندي بعد كده يا شباب حاجة اسمها الصفات المرتبطة بالجنس. الصفات المرتبطة بالجنس، مرتبطة بالجنس. اول ما نشوف كلمة مرتبطة بالجنس عينك تقع عليها تقوم تعمل كده على طول، تكتب اكس 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 واي. ايه ده؟ يعني ايه؟ ما هو بيقول لك مرتبطة، مرتبطة بالجنس. الجنس اللي هو ايه؟ اللي هو الاكس اكس اللي هو كروموسومات الجنسية او الاكس واي. خلاص. طيب يعني ايه بقى؟ يعني صفات معينة محمولة على كروموسومات جنسية. يعني ايه؟ المثال بتاعنا زي حشرة الدروسيفيلا، لون العين بتاعتها، لون العين بتاعتها عندي احمر وابيض، فعمل ايه؟ يقول لك ان لون عين حشرة الدروسيفيلا تبع الصفات المرتبطة بالجنس. مرتبطة بالجنس يبقى احنا هنعمل اكس اكس واكس واي، صفات مرتبطة بالجنس. يبقى احنا هنحط الصفة فوق الجنس اللي هو الاكس اكس والاكس واي. اهو عملنا ايه؟ جوزنا رجل اكس واي لون عينه ابيض، مع العلم ان اللون الاحمر هو السائد، فبالتالي عملنا له ايه؟ ار سمول. جوزناه مع ايه؟ مع انثى لون عينيها احمر نقي، يبقى ار كابيتال، ار كابيتال مع العلم ان لون العين الاحمر هو السائد. طيب يبقى كده ده كده البيرنت. طيب امال الجميطات هنا تبقى ايه؟ هتبقى اكس ودي واي، ادي كده دي الار الصغيره. طب وهنا هناخد واحده بس منها اكس، ادي ار كابيتال. طيب امال الفاميلي بقى؟ الفاميلي هتكون اضرب دي بدي يا باشا، يبقى اكس اكس ار ار. تاني حاجه اكس واي ار، يبقى الناتج ايه؟ هتكون اناث اناث ذات عيون حمراء هجينه، وهنا ذكور ذات عيون حمراء. يبقى يا شباب كلمه اول ما تلاقي كلمه صفه مرتبطه بجنس يبقى احنا جنس يبقى اكس اكس واكس واي وحط الصفه فوقيهم. طيب ده كده في حشره الدروسيفيلا. امال في الانسان بقى؟ الصفه المرتبطه بالجنس في الانسان مرضين، حاجه اسمها الهيموفيليا وحاجه اسمها عمل الوان. عارف لما حد يهزر معاك انت عندك عمل الوان ولا ايه؟ يعني ايه عمل الوان؟ يعني شخص مش عارف يفرق بين اللون الاحمر واللون الاحمر والاخضر، مش عارف يفرق بينهم، مش عارف يميز الالوان دي. طيب امال ايه هيموفيليا؟ هيمو جايه من واحد اسمه هيما، هيما ده دمه خفيف، دمه سايل. يبقى افتكر الهيموفيليا بهيما صاحبنا، هيما ده دمه سايل عنده سيوله، يبقى الهيموفيليا ده مرض سيوله الدم. ايه ده؟ يعني ايه مرض سيوله الدم؟ يعني يا باشا مثلا انت اتعورت او حصل نزيف، الدم بتاعك المفروض لما الواحد بيتعور او حاجه الدم بيحصل ايه؟ بيتكون جلطه في عوامل تجلطات او بروتينات معينه بتوقف النزيف او بتوقف المشكله دي، لكن الناس اللي دمهم سايل فبتلاقي موانع التجلط او اقصد موانع السيوله او الحاجات اللي بتعمل تجلط قليله عنده مشكله فيها، هو ده مرض الهيموفيليا اللي هو عنده سيوله الدم اللي هي الحاجات اللي بتجلط المشكله او بتوقف النزيف قليله عنده، في ناس كده. طيب الهيموفيليا ده اول حرف فيها ايه؟ ه ه هيمو، يبقى اتش، فانا الرمز بتاعها هتكون اتش. طبعا احنا قلنا ان الهيموفيليا ده في الانسان ده عباره عن حاجه مرتبطه بالجنس، تمام كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فهنجوز انثى مع ذكر. طيب انثى حاملة للمرض الهيموفيليا. بس انا عايزة بقى انوه بقى هنا عن حاجة. صلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هيموفيليا يعني اتش ه، صح؟ طيب صفة مرتبطة بالجنس. والله بقى يا شباب انا عندي اكس اكس واكس واي.
لما اجي بحط الصفه فوقيهم بحطها ازاي؟ مرض الهيموفيليا اللي هو الاتش، بقول لحضرتك ان الشخص ده لو التركيب بتاعه كده اتش اتش فدي كده معناها ايه؟ انثى سليمه. يعني ايه سليمه؟ يعني ما عندهاش الهيموفيليا. طيب امال الذكر مين فيهم اللي بيشيل؟ بص يا ولادي، الاكس الواي دي عامله زي الزحليقه. يعني زحليقه رجلها مكسوره ما تقدرش تشيل حاجه، ما تقدرش تشيل صفات. الاكس بتاع الذكر هو بس اللي بيشيل، الواي ما يشيلش. فبالتالي لما اجي احط الصفه هنحطها فوق الاكس فقط، هنا ما يشيلش، ما يقدرش يشيل والله. طيب في الحاله دي هو معناها ايه؟ ذكر سليم. طيب افرض بقى انا عملت كده اتش اتش، معناها ايه؟ انثى مصابه بالهيموفيليا، ما دام كده ايه؟ سمول كده. طب ده لو اتش سمول يبقى ذكر مصاب بالهيموفيليا. طيب لو انا عملت بقى الانثى اتش كابيتال اتش سمول، جين حامل للمرض وجين سليم، معناها ايه؟ معناها انثى حامله للمرض، سليمه ولكن حامله للجين. انهي جين؟ اللي هو السمول ده، الجين المتنحي ده. طيب بسم الله، فانا هنا جوزت ايه في المثال بتاعنا؟ انثى حامله لجين الهيموفيليا اللي هو ده، لكن الاكس التانيه دي سليمه. جوزتها مع ذكر عنده مرض الهيموفيليا بالفعل اللي هو اتش سمول، يبقى الجاميطات هتكون عندي ايه؟ اكس ودي اكس، ادي اتش ودي اتش، وهنا اكس اتش ودي الواي بعدناهم عن بعض. طب الفاميلي اضرب يا باشا، هتبقى اكس اكس اتش اتش، ها اكس اكس واي ادي اتش الى ها اكس اكس اتش اتش واكس واي اتش. يبقى النسبه ايه؟ ان انا عندي هنا اناث حامله للمرض ذكور سليمه، واناث عندهم المرض بالفعل الهيموفيليا، وذكور ايه يا اولاد؟ عندهم الايه؟ المرض. خلاص كده. طيب عندي يا شاد برضو حاجه تبع الانسان، حاجه اسمها عمل الوان. يعني ايه عمل الوان؟ يعني الشخص ده مش بيقدر يفرق ما بين اللون الاحمر واللون الاخضر، عنده مشكله في الالوان دي. عمل الوان، كلمه الوان يعني ايه؟ يعني كلر، صح؟ وكلمه عمى يعني بلايندنس، بلينتلس معناها عمى الالوان. فانا خدت ايه بقى؟ خدت حرف السي ده، فلما اجي اعبر عنه هنعبر عنه بالسي. فعملنا ايه؟ جوزنا انثى اكس اكس سليمه ما فيهاش ايه؟ مشكله عمل الوان. فنعملها ازاي؟ سي كابيتال سي كابيتال. جوزناها مع رجل اكس واي عنده عمل الوان، فبالتالي نعمل ايه؟ سي سمول. احنا قلنا السمول ده الجين المتنحي ده بيعبر ان ده في 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 المشكله دي. طيب يبقى كده ده كده البيرن. طب الجاميطات هناخد واحده بس منهم ما دام متشابهين كده، وهنا ادي اكس ادي الواي. الفاميلي بقى تضرب كده، ادي اكس اكس سي كابيتال سي سمول، هنا اكس واي سي كابيتال. يبقى هنا ايه بقى الناتج؟ ايه الناتج يا سيدي؟ اناث حامله، ما دام في واحده سمول فيهم كده، حامله المرض عمل الوان للذكور سليمه من عمل الوان، مش عندهم مشكله خالص. طيب عندي بقى يا شباب تالت حاجه عايز اتكلم فيها، حاجه اسمها الصفات المتاثره بالجنس. خلي بالك في فرق قوي بين كلمه من جمله صفات مرتبطه بالجنس، يعني لازم نعمل اكس اكس واكس واي ونحط فيهم الصفات، وبين جمله صفات متاثره بالجنس. يعني ايه متاثره بالجنس؟ يعني بتتاثر بالهرمونات، سواء الهرمونات الانثويه او الهرمونات الذكوره، بتاثر بالهرمونات بقى بتاعتي. صفات متاثره بالجنس يعني بتتاثر بالهرمونات، تتاثر بيها يا اولاد بالهرمونات. فهنا الصفات اللي احنا ندرسها تتاثر بهرمونات الذكوره. طيب زي ايه بقى؟ زي مشكله الصلع الوراثي. الصلع الوراثي دايما بنشوف الناس يعدوا سن كده معين وتلاقي في هوبا البلاطه ظهرت، هوبا البلاطه ظهرت. ده اسمه ايه بقى يا شباب؟ اسمه الصلع الوراثي. الرمز بتاعه يا شباب ده طبعا المسؤول عن الصلع الوراثي ده
جين سائد. الجين السائد ده بيتأثر بالهرمونات الذكورة، فاحنا بنرمز للصلع الوراثي بي كابتل بي كابتل عشان بقولك جين سائد، يعني اصلا وجود الجين السائد ده تأثير بهرمونات الذكورة هي اللي بتعمل لي المشكلة بتاعت الصلع الوراثي. والله بقى يا شباب طبعا ده متأثر بالجنس، فاحنا مش هنعمل بقى خلاص اكس اكس واكس واي والجو ده، خلاص مش هنعمل الكلام ده. هو اللي بيعبر عنه بي كابتل بي كابتل. والله بقى لو وبي كابتل بي كابتل دي بتعبر عن حاجتين، يا اما الانثى يا اما ذكر، انثى ذكر انثى ذكر. بمعنى ايه؟ ان بي كابتل بي كابتل والله الاشارتين دول مدام موجودين معناهم ان ده البي كابتل بي كابتل موجب موجب معناها ذكر عنده صلع وانثى عندها صلع. طيب لما مدام كابتل نجمه نجمه، طيب لو بي نجمه او بي موجب وبي بس، يعني الموجب ده موجود في واحده بس من الاثنين، معناها ايه؟ معناها طبعا ده كده ذكر او انثى، ده ذكر او انثى، ده ذكر او انثى، معناها ذكر عنده صلع لكن انثى تعاني من تساقط الشعر. اه لازم عشان نقول ان الانثى دي عندها صلع تكون بي موجب، بي موجب لازم يكون في اتنين جين سائد عند الانثى عشان يخلوها عندها صلع، لكن لو عندها بي موجب واحده يبقى هي عندها يا دوبك تساقط شعر، الناس كلها عندها اصلا تساقط شعر، لكن الصلع لما يكون اتنين موجب. طيب البي كابتل بي كابتل ومفيش اي نجم مش اي موجبات، دي معناها ايه؟ معناها ذكر سليم لا يعاني من الصلع ما دام مفيش موجب وموجب، وانثى سليمه لا تعاني من الصلع. يبقى احنا لازم عشان نقول انثى عندها صلع تكون موجب موجب. طيب تمام، اخر حاجه يا شباب الصفات المحدده بالجنس. يعني ايه؟ يعني مثلا زي صفه، زي صفه انتاج اللبن والرضاعه، هل الصفه دي خاصه بالذكر والانثى؟ الانثى طبعا. اه يبقى الصفه دي متحدده بنوع الجنس. اه ان صفه اللبن دي او انتاج اللبن ده خاصه بنوع الجنس الانثى. ليه؟ عشان الانثى دي بتفرز هرمونات معينه بتنشط او بتحفز الغدد اللبنيه اللي موجوده في الثدي ان تنتج اللبن. طب هل الهرمونات دي بتحفز ثدي الرجل يتكون تكون اللبن؟ لا، يبقى صفه الرضاعه او صفه اللبن انتاج اللبن ده خاص بالانثى، لان هي صفه متحدده بنوع الجنس، لان الصفه دي ليها هرمونات معينه جنسيه معينه او هرمونات معينه عند الانثى او عند الذكر بتحفز العمليه دي. طيب ايه الصفه الثانيه؟ مثلا زي صفه اللحيه، الشعر اللي بيظهر في وش الذكر، هل الصفه دي خاصه بالانثى ولا بالذكر؟ شفتوا بكونثى فيها لحيه؟ لا، او طبعا اوقات في بعض الاناث بيبقى عندهم شعر او حاجه زي عامل زي اللحيه تيجي خلل هرمونات عندهم عشان ده بيحصل، ولكن الطبيعي ان ده بيحصل؟ لا، فاللحيه دي صفه خاصه بمين؟ خاصه بالذكر. اه يبقى دي صفه متحدده بالجنس، بجنس مين؟ الذكر. ليه؟ علشان ظهور اللحيه والشعر ده فيه هرمونات معينه الذكر بيكونها في جسمه بتساعد على نمو اللحيه، اسمها حتى هرمونات ايه؟ الجنسيه، زي التستوستيرون بتحفز لي انتاج اللحيه وهكذا. طيب ده كده يا شباب ملخص الفصل الثالث. يا ريت لو عجبكم الشرح والطريقه دعمونا في الكومنتات، وباذن الله هنكمل مع بعض باقي المناهج بحيث ان اخلص لك المنهج كله في 3-4 فيديوهات في وقت قليل، تكون باذن الله معاك المنهج كاملا في جيبك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.